قداش تهضر معايا؟ قالت لي راه على برا جالس، انا كندوي معاك بشويه. قلت لها ماشي مشكل. بديت كتهضر معايا، قلت لها دابا في نظرك شنو الحل؟ واش نتزوجوا انا وياك، نمشيو نتزوجوا انا وياك، تنمشيو نمشيو عندهم ونديروا داك الشيء غير تمثيليه قدام الناس باش ما نخسركش وتخسريني؟ قلت لي واش كيبان لك هذا حل؟ قلت لها انت شنو بان لك؟ قالت لي الا كان كيبان لك حل نديروه انا وياك. حتى هي كتبغيك؟ اه كتبغيني بزاف الصراحه، يعني متبادل بزاف. نعم ما نكذبش عليك، يعني ما فهمتي. المهم قالت لي راهي تسمع فيك. اه انا ما نكذبش عليك، يعني انا كنقولها قدام المغرب كامل والعالم كامل يسمعني، ما عنديش مشكل فهمتي. حداك نعم طيب، حاول تمسك راسك. حيت داك البنت شفت فيها شي حوايج اللي ما شفتهمش في حياتي. كانت هي با اللي مات، كانت هي امي اللي ما كايناش، كانت فيها بزاف ديال الحوايج. كيف 30 عام ما شاء الله. رمضان ان شاء الله الشباب قدامك ان شاء الله، ونتمنى الله ربي يجمعكم الدنيا والاخره. كمل. المهم هي هذيك عيطات لي كتبكي وقالت لي زعما واش كيبان لك هذا هو الحل؟ قلت لها انا في نظري هذا هو الحل، ونحطهم في الامر الواقع باش انا وياك ما نضيعوش بعضياتنا، ما نخسروش بعضياتنا. حيت والديك راه ما حاسينش بهذا الشيء اللي حاسين به حنا، وتا شي واحد ما غيحس بينا غير انا وياك. قالت لي صافي انا معك. داك النهار لغد ليه خرجت من كانت